شادينا، خلينا دلوقتي نروح نتابع مع حضراتكم اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله في سياق التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتبدأ امتحانات نهاية العام لصفوف النقل، وانتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من كافة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات، وشددت على ضرورة التصدي لمحاولات الغش وأيضاً الحفاظ على سرية الامتحانات. وبينطلق ماراثون امتحانات إتمام الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 18 ل23 مايو، وطلاب الصف الأول الثانوي العام عام ولغات خلال الفترة من 8 ل21 مايو، وطلاب الصف الثاني الثانوي العام عام ولغات خلال الفترة من 9 ل23 مايو، وطلاب الصفوف لمراحل التعليم الثانوي الفني بمختلف التخصصات من يوم الأربعاء 8 مايو حتى يوم الخميس 23 مايو 2024. النهاردة هيتم استقبال التحويلات لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالمرحلة العشرة بمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج لمدة 15 يوم عمل، وهيتم استقبال التحويلات لاستكمال مقدمات حجز الأراضي المطروحة بالمرحلة التاسعة التكميلية بالمشروع من يوم الأربعاء الموافق 15 مايو الجاري لمدة 10 أيام. النهاردة العشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع مباراة قوية في إطار إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، هيلتقي بايرن ميونخ الألماني مع ريال مدريد الأسباني في تمام الساعة 10 ليلاً.